المجلس ديال الرباط كتربطنا مع بعض الاتفاقيات اللي كنشتغلوا عليها جميعا اداريا. المجلس خدام كنظن ما كاينش مشكل، مشكل بين الفرق السياسيين كي هما في نقاش فيه الى يومنا هذا. السياسه هي هذه السياسه، كل واحد كيضغط باش كيتموقع. الا سمحتي لي ما يمكنش ما يوصلش دورك. انا عمدة الرباط انا ما بغيتش الانسجام في التعامل مع يعني مع يعني الموضوع. انا ما نعطيش رايي في موضوع يخص مؤسسه ترابيه اخرى اكثر ما انني خصني نكون طرف يساعد على حل الازمه باي مخرج من المخرجات. احنا ضد اننا نوقف المؤسسات، خص المؤسسات تبقى تشتغل. عندنا اليوم مسؤوليه سياسيه على انجاح هذه المحطه بهذا التركيبات اللي كاينين. اليوم كاين نقاش بين الهيئات السياسيه باش يلقاو المخرج. كنظن انه رباط راه يعالج على مستوى الامناء العامين ديالنا اكثر من احنا كقيادات، امناء العامين ديال هذه الهيئات. لو القصد السيد الرئيس هو هذا المشكل ديال الاغلبيه مع العمده، واش ما اثرش على التحالف داخل الجهه؟ لان واخا بشكل او باخر انا غنقول لك واحد القضيه، دور شوف فيه هنايا شكون اللي جالس. ها هما الفرقاء السياسيين كلهم جالسين معنا، ماشي دائما كيعني هذه علامه على انه الحمد لله المجلس ديال الجهه ماشي بالضروره الحضور كيحكي. لا 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 شوف لا شوف في الجهه الرباط انا قلت لك المشكل ما كاينش مشكل ديال الهيئات، لان شوف كاين لحد اليوم كاين انفتاح على جميع الهيئات السياسيه، وكنقول له كل واحد كيلعب الدور ديالو داخل. كنظن هذا مشكل اللي هو بونكتويل في الرباط. كاين اليوم واحد العمل كيشتغلوا عليه الهيئات السياسيه بثلاثه، هذه مسؤوليه ديال عادي هادشي كيوقع. واش مجلس الرباط ما كانش دائما مرصي؟ واقيلا مجلس الرباط ديما كنا كنسمعوا عليه، كنبقاو نسمعوا عليه دائما. اذا بالنسبه ل تكلمنا على المجلس ديال الرباط، هناك نقاش سياسي مسؤول وهو بين يدي الامناء العامين ديال الاحزاب السياسيه من اجل حل هذا التوتر. ما نقولش انا لانه ما اظن ان هناك مشكل في البرامج. المشاكل ما هيش تحوم حول اتفاق او عدم اتفاق على مجموعه من البرامج داخل المجلس اكثر منه. اظن ان هناك الهيئات السياسيه كيخص تعاود تخلق اعاده توازن داخل المجلس، وهذا يتم بالاتفاق بين الاطراف الثلاثه، وقلت هذا يتبناه الامناء العامون لهذه الهيئات السياسيه بثلاثه. بالنسبه للجماعات الاخرى اللي داخل الجهه، كنظن انها في حاله استقرار اليوم. كاين مشاكل طفيفه كتوقع في المجلس بحال كتوقع في المجالس كامله، والرؤساء يدبرون ذلك. هذه مهمه ديال الرئيس انه يخلي الاغلبيه ديالو منسجمه، وكذلك يتفاعل مع الجهات الاخرى المنتخبه اللي تاهي عندها الشرعيه ديالها، وياخذ بالافكار ديالها، ويخلق واحد المناخ اللي يكونوا فيه الاشغال ديال المجلس كدوس واحد الجو اللي هو عادي. سريع واش الجهويه؟ نعم كاين واحد الفتور، كاين واحد الفتور، كاين النظام الاساسي، القانون التنظيمي، مجموعه من البنود ديالو مازال ما تفعلتش. كيخص اليوم الاستكمال ديال هذا الورش. اكثر من ذلك يمكن في المستقبل يجب تطوير هذا النص التنظيمي بناء على الملاحظات. كنظن الا كانت شي مناظره هذا هو اللي كنناديو به، ولكن ما نستعجلوش. حنا مازال كنبنيو القاعده ديال المعطيات ديال حول ما يمكن اصلاحه او ما يمكن تجويده في المستقبل باش نرفعوه كهيئات سياسيه للاحزاب السياسيه ديالنا وتناقش على مستوى البرلمان. الوزير المكلف بالتعليم العالي خدا قرار يخص القطاع ديالو على انه المساله ديال يتم تجميع الجامعه وما هي هادشي النواه الجامعيه و الكليه المتعدده الاختصاصات بغى يغض الطرف النظر عليها.
هو كيتعلق بالخميسات وكيتعلق بسيدي قاسم. كنت كان عندي لقاء معه وتكلمت معه في الموضوع، لانه الجهه ضربات كانت وافقت وصادقت، والحكومه السابقه كانت التزمت، وكنظن انه كان الاستمراريه في القرارات. ما يمكنش اي حكومه تجي تلغي قرارات اخرى. يمكن اظن ان الوزير غيكون عنده من الوعي على انه القرار ديالو يفعل بالنسبه لما هو قادم، على اساس انه ما سبق يجب الالتزام به. التزام الحكومه هذا التزام ما يمكنش نتلعبوا به. وبلغته على انه المجلس ديال الرباط، الجهه ديال الرباط، كياكد على انه خلق هذا النواه وخلق هذا الكلية المتعدده الاختصاصات غادي يساعدنا في التنميه ديال هذه المناطق. لانه انا نقول لك في القنيطره كاين تقريبا 84000 في النطوفه، الى 84000 طالب، اللي اكثر من 10000 كيجيو من جهه سيدي قاسم وسيدي يحيى بالتنقل ديالهم، بالمعاناه السكن ديالهم. وكذلك الكليه ديال الجامعه الرباط ديال محمد الخامس اللي كتستقبل فيها 94000، هي من الجامعات الكبرى في المغرب اللي كتستقبل المؤسسات ديالها، كتستقبل 94000، وكيجيو حتى هما من الخميسات وكيجيو من مناطق اخرى. اذا الى خلقنا هاد الفضاءات سوف نثبت بعد السكينه في المنطقه ديالها، وغنخليو انه الارتباط ديال الشباب مع المنطقه ديالو كذلك في المستقبل غيساعدنا في التنميه ديال هاد المناطق. دونك كضر لانكلوزيفيتي، يعني لانكلوزيفيتي ان توكا باش لي بوبولاسيون بقاو هما بالنسبه ل إدماش الساكنة في التنمية المحلية. الموقف السياسي للجهة عبرنا عليه، وقلنا أنه التراجع ما هوش صحي في مناخ ديال المغرب يتطور بالتزاماته، لأن الالتزامات هما اللي كيجعلك يخلو عندك الشرعية ديالك. بالنسبة للحكمة داخل المجلس، هذه عملية حسابية. كان عندنا واحد الباركوتو، السيارة الجديدة فيها كانت عندها 11 عام، 11 عام تاع السائقين كيتبدلوا. دابا انت عندك سيارتك انت كتسوقها بوحدك كتدوز واحد 5 6 سنين كيبداو مشاكل ديالها، فما بالك بسيارة اللي وسيارات اللي كاين. انا اللي غنطلب من اعضاء المجلس اداء خصني نوفر ليه الامكانيات. انا ملي كنعيط للنائب الاول او النائب الخامس او الرابع وكنقول له تمشي للجامعة الفلانية فلانية وتعبط الاتصال، وهذا الشيء راه واقع. انا قلت لكم غير هذه يومين اخوان طلبت منهم شويه يديروا الجوله على الاقاليم، وما غيتلاقاوش مع رؤساء الجماعات، يعني غيمشي يدير لو كونستا فيزويل، غادي يمشي بوحدو، كل واحد غيمشي للمنطقه. غنصيفطوا عليه رجليه، نعطي نوفر ليه الامكانيات ونحاسبو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.